أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل سورة القيامة دالة على أهوال ذلك اليوم؟ كل كثير من آيات القرآن في أهوال يوم القيامة، ومنها سورة القيامة: إذا برق البصر وخسف القمر، جمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، ما لك شيء يؤويك ولا يمنعك، إلى ربك يومئذ المستقر. أي فيها أهوال يوم القيامة. نعم.